الاستمرار محاربة الجريمة بجميع أشكالها واستغلال المعلومات واردة مؤكدة وتحريات، تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم من تفكيك شبكة دولية للهجرة غير الشرعية عبر البحر. يتمركز المدبرين الرئيسيين في دولة المغرب على إثرها تم توقيف 25 شخص من بينهم 24 شخص من جنسية مغربية من أجل جناية تكوين جمعية أشرار، جناية تهريب البشر، جنحة القيام بتدابير الهجرة غير الشرعية عبر البحر لعدة أشخاص قصد الحصول على منفعة مالية، جنحة إيواء أجانب بدون رخصة مع حجز قتل قوارب، محركين، مركبة نفعية، 2 جي بي اس، بوصلة، مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 3725 أورو، مبلغ مالي بالعملة المغربية قدره 87 درهم، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 21800 دينار جزائري، 17 صفيحة بنزين، هواتف نقالة. سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.